انت كنت معاهم؟ طبعا ده يوم يتنسي. هو انت مش ناوي تبطل؟ ابطل ايه؟ ابطل ايه؟ الجنان اللي انت فيه. هو انت ليه مش قادر تفهم ان اللي بيننا خلاص انتهى؟ لا مش قادر افهم. حاططني في دماغك ليه؟ عقلك مش قادر يتصور اني رافضك؟ انا ممكن اكون غلط وفي حاجات كتير قوي انت مش حباها، لكن لازم تعرفي اني بحبك وبخاف عليكي. دي لعبة جديدة مش كده؟ لعبة ايه؟ انت ليه مش عايزة تسمعي؟ انت خلاص لحس دماغك. ايه لحس دماغك دي؟ اهو ده الفرق اللي بينك وبينه. هو بيعرف يحترم نفسه، بيعرف يحترم البني ادم اللي قدامه، بيقدر يعامل الست بطريقة احسن كتير. عكسك خالص. ياه هي الحكاية كده؟ يعني خلاص بقيت تفهمي؟ على فكرة ما ينفعش تكلمها بالطريقة دي. وانت بقى اللي هتعلمني اكلمها ازاي؟ لا انا بنبهك بس. ثانيا قالت لك مالكش دعوه بيها. ثالثا انا ما بحبش اهزق الرجاله الا لو انت فاكر نفسك راجل يعني. الا اذا كنت انا راجل. ماشي. لا انا اوريك. لو سمحت. انا اسف. انا عايز اكون لوحدي من فضلك. معلش انا اسف بس انا ما عملتش حاجه. انا عارفه لكن انا عايز اكون لوحدي لو سمحت. وانا ما ينفعش اسيبك لوحدك وانت زعلانه. انا مش زعلانه، انا متضايقه ان انا سمحت الواحد بالاخلاق دي يكون في حياتي. اوعي تزعلي انك حبيتي حد طلع وحش. انا متضايقه اللي مش عارفه اخرجه من حياتي. وانت صعب اي حد يدخل حياتك ويخرج منها بسهوله. انا اسفه. انا اللي اسف اني عملت مشاكل كتيره. بالعكس انا كنت محتاجه ان هو يحس ان في حد وراه. بس كده وانا وراكي وهفضل على طول وراكي. باي باي باي. على فكره انا كان ممكن اقول لك انا مش عايزه اعرفك تاني عشان انتي دماغك ناشفه وما تسمعيش الكلام، واخر مكالمه كانت وحشه جدا. ما انتي اللي بتقولي كلام مستفز. المهم قولي لي حصل ايه بقى؟ اتخانق. ومين اللي ابتدى؟ نادر. طبعا نادر، عشان كريم يبقى الملاك والكويس الطيب فلازم يبقى الشرير هو نادر، مش صح؟ شفتي انك متحامله عليه؟ لا بس بصراحة كده أنا مبقاش مستريحة له. مين ده؟ اللي اسمه كريم ده. يا سلام، مش ده اللي كان أمور وخدي رقم تليفونه ويلا بينا شلنا نروح نعتذر؟ عادي يعني، إيه المشكلة؟ غلطت؟ لا يا حبيبتي، أنتوا اللي ما بتشوفوش المواضيع غير من منظور واحد بس. لعلمك راجل وطيب. لا والله. يبقى حبيتيه صح؟ حبيته؟ هو ده اللي انا كنت خايفه منه، بناء على ايه تحبي واحد مالكيش شعر عارفاه؟ راجل محترم. راجل؟ مش يمكن يكون عامل ده عشان يبين لك قد ايه هو راجل ومحترم عشان تحبيه؟ انت يا بنتي مريضه بالشك؟ يعني انت ومامي اللي انتوا الاثنين ايديكوا كده بتشكوا فيها؟ هقول لك حاجة، اعملي اللي انت عايزاه، انا قلت اللي عندي، انت حرة بقى.
سلمى؟ 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 عايز يقتل والدتك ما كانش يعرف اني كده، ولما سمع صوتك يعني هرب. احنا التليفون دلوقتي. انا عارف التليفون ده. مين؟ ده بتاع نادر. نادر.